فرق الخبر البداية كالعادة مع نهارك كزملكاوي. وضع الجهاز الفني للفريق بقيادة مستر فيريرا برنامج بدني خاص لكل من سيف الدين الجزيري وحمزة المسلوسي ونبيل عماد دونجا وعمر جابر رباعي الفريق. وخاض رباعي البرنامج التدريبي قبل انطلاق مران الأمس الثلاثاء على ملعب النادي تحت إشراف أندريا فيليب سوزا مخطط أحمال الفريق. كمان حصل عبد الله جمعه الظهير الايسر للفريق على راحه سلبيه من ميران امبارح بسبب شعوره ببعض الاجهاد. تواجد عبد الله في ملعب عبد اللطيف ابو رجيله بمقر النادي خلال التدريبات دون المشاركه في الفقرات التدريبيه، ومنح الجهاز الفني اللاعب راحه سلبيه بسبب شعوره ببعض الاجهاد على ان يشارك في ميران النهارده بصوره طبيعيه. سلامات يا عبد الله. أما عمر جابر الظهير الأيمن للفريق فأنهى المرحلة الأولى للبرنامج التأهيلي اللي خاض عليه في الفترة الأخيرة بسبب الإصابة اللي كان بيعاني منها أعلى الركبة. شارك عمر جابر امبارح في الفقرة البدنية والتأهيلية مع زملائه بشكل طبيعي تحت إشراف أندريا فيليب سوزا مخطط الأحمال لتجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية في الأيام اللي جاية بشكل تدريجي. كمان شهد التدريبات الفريق امبارح مشاركة كابتن محمد عبد الشافي الظهير الأيسر للفريق في الجزء الأول من المران لأول مرة منذ تعرضه للإصابة في الركبة. وخضع كابتن شيفو في الفترة الماضية لبرنامج تأهيلي منفرد تحت إشراف الدكتور عمرو المطراوي أخصائي التأهيل، وشارك شيفو في الجزء الأول من المران الخاص بالجوانب البدنية والإطالات وبعض التدريبات الخفيفة بالكرة، ولم يشارك في باقي فقرات المران وفقا للبرنامج الموضوع ليه حتى يتم تجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة. كمان شهدت تدريبات الفريق امبارح مشاركة محمد طارق ومحمد حسام بيسو ومحمد خضري ثلاثي فريق الشباب بالنادي استعدادا لمواجهة البنك الأهلي المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز. الثلاثي كان غاب عن مباراة الزمالك الأخيرة أمام بيراميدز بسبب المشاركة مع فريق الشباب مواليد 2001 أمام الجونة يوم الأحد اللي فات في الجولة العاشرة لبطولة الجمهورية، واللي انتهت بفوز الفارس الأبيض بهدفين مقابل هدف. كمان وضع أيمن طاهر مدرب حراس المرمى للفريق برنامج بدني خاص لمحمد عواد حارس مرمى الفارس الأبيض خلال مران الأمس على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة. وفضل محمد عواد استكمال التدريب رغم حصول لاعبي الزمالك الأساسيين على راحة في الجزء الأخير من المران، وأدى الحارس تدريبات الجري حول الملعب لعدة دقائق للحفاظ على لياقته البدنية. وشارك كمان ثلاثي الحراس محمد صبحي ومحمد نديم والسيد عطية في التقسيمة الفنية للفريق اللي أقيمت في نهاية المران.